مجزرة الحولة تلقي بثقلها على الساحة الدبلوماسية الأوروبية عبر لجوء عدد غير مسبوق من الدول الغربية إلى طرد الدبلوماسيين السوريين من أراضيها. المجتمع الدولي يحاول أن يزيد من عزلة الأسد بعد إعلان الدول الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة وكندا وأستراليا طرد دبلوماسيين سوريين في عواصمها ردا على مجزرة الحولة. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند سيعمل مع الدول الغربية وروسيا والصين لإيجاد مخرج من الأزمة السورية على حد تعبيره. إن التدخل المسلح ليس مستبعدا شرط أن يتم في إطار احترام القانون الدولي، أي بعد مناقشته في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأمر متروك لي ولباقي الرؤساء لإقناع الروسيين والصينيين من أجل إيجاد حل للأزمة، وليس بالضرورة أن يكون هذا الحل عسكريا. من جهة أخرى، المبعوث الدولي العربي المشترك إلى سوريا كوفي أنان دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى التحرك السريع واتخاذ خطوات جريئة لوقف العنف في البلاد. يقول كوفي أنان: الكلمات رائعة لكن العمل أفضل، والمهم أن يتم إثبات العمل الحقيقي على الالتزام بهذه الخطة، وهو ما يطلبه المجتمع الدولي الآن، العمل وليس الكلام. يشار إلى أن وزير الخارجية الكويتي أعلن أن اجتماعا وزاريا عربيا سيعقد السبت المقبل لمناقشة تطورات الوضع في سوريا بحضور الموفد الدولي والعربي إلى سوريا كوفي أنان.